اللي ممكن ندخلها على قانون الاستثمار، طبعا تعديلات برلمانية على القانون، وتخلي انه ربما تضع حد او تصد هذا التمادي او الاستفادة من تغييب القطاع الخاص. هناك ربما شركات لها ارتباطات سياسية مستفيدة من هذا الوضع. أحسنت، يعني وبالذات الجملة الأخيرة. هيج قرار يعني الحقيقة هو متأخر، يعني كان واجب أنه ينطلق قبل 2010. الحقيقة قبل 2010 كانت سنوات يعني قتال وغيرها، إلى أن شبه استقرار صار. يعني ورا ما جت بعدين دواعش العصر، دواعش الداخل والخارج. هذا القانون الحقيقة يحتاج إلى إضافات، وهي من ضمن هذه الإضافات والتعديلات أنه تلحق الحماية الجمركية كذلك، يعني لازم يتطرق لها بشكل. يعني أنا إذا أريد أدعم منتج محلي، الدول المجاورة ورأس المال جبان، يعني شلون واحد يستثمر داخل العراق والمنتج المجاور راح يكون يعني نصف السعر أو أقل؟ إذا الحماية الجمركية، توفير يعني من أدوات الدعم، توفير الوقود والكهرباء، هاي أهم شيء. الكهرباء هي روح العصر، يعني أنا ما أقدر أنفذ أي مشروع إذا ما يعني أكو كهرباء، وكهرباء بتعرفها معقولة. كذلك توفير الأمن المجتمعي والضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي أسوة بالقطاع العام. الحقيقة في يوم ما أنا سمعت أحد السادة الوزراء السابقين للكهرباء، يعني قد اللي يسمعون حاليا يعني يضوجون، يعني بعظمة لسانه قال الوزارة تحتاج 40,000 وأنا أدي 140,000، يعني 100,000 بطالة مقنعة. يعني لأن ليش العالم تتجه للدولة حاليا؟ تتجه للدولة لأن قطاع خاص ماكو، قطاع خاص بس بالمولات والشغلات، بس ضمن القطاع التجاري يعني اللي خاص التجارة السريعة أو المتداولة. بينما سمعنا فد يوم ما أنه أكو مصنع مال معجون طماطم، يعني مدينة الفاو تنتج آلاف الأطنان من الطماطم في موسم محدد، ينزل سعرها للربع بحيث سعر التكلفة يكون أقل، وتجي أيام سعر هذا المنتج يوصل إلى 3,000 دينار للكيلو، وين ربع دينار للكيلو وين 3,000. إذن من خلال هذا التباين، كمثال بسيط في سعر هذه المادة، يعني نلاحظ التخبط الاقتصادي. احنا ما عندنا خطة استراتيجية، كل خططنا هي عبارة عن تكتيك مرحلي، يعني تكتيك وحلول مع الأسف حلول ترقيعية. إذن نحتاج إلى خطط، ولو نرجع للخطط الخمسية مال قبل، يعني حتى لو متنفذت أكو رؤية على المدى البعيد، لأن الحقيقة الاقتصاد البلد مو يتم يعني لمرحلة محددة، يتم لدراسات بعيدة ودراسات استراتيجية تأخذ وقتها. حتى القوانين ما تطبق إذا ما تتوفر الآليات اللازمة لتطبيقها، وأهم هذه الآليات هي الحماية المجتمعية والضمان الاجتماعي. أنا شضمن إذا أجاني مستثمر من أي دولة أجنبية، يعني ودي يسمع بالأخبار العراق كذا والعراق كذا والعراق كذا، علما أنه يجي أي أجنبي هسه يزور العراق يعني يندهش، لأن الإعلام الحقيقة والإعلام المتعمد من قبل الدول اللي تريد العراق يبقى على هذا الوضع على مود تبقى اقتصاداتها مزدهرة، لأن مو من صالحهم، لا من صالحهم إصلاح قطاع الكهرباء ولا من صالحهم تطوير القطاع الزراعي. جيد. نعم، وتبقى كذلك كل سنة الكليات والمعاهد تخرج آلاف المهندسين والفنيين والإداريين والطب البيطري وغير، حتى أطباء الأسنان. هذا الموضوع أجي وأفصله ويا حضرتك أستاذ علي، بس خليني أسمع من أستاذ علاء.